هلا هلا يا جواهر، كيفك؟ ايش احوالك؟ خير الحمد لله. ايش قاعده تسوين انت الحين؟ ادرس الامتحان بكره. طيب وش رايك تيجي لعندي الحين مشان ندرس انا وانتي؟ اصلا انا لحالي بالبيت. اوكي 30 دقيقه وقصير عندك. يلا باي. مرحبا جواهر، كيفك؟ نورتيني حبيبتي. لا يلا تعي تعي نبتدي الدرس. بنورك حبيبتي. يلا يلا يا جواهر نبتدي الحين. ايش ايش ايش؟ انا ما جاية ادرس، انا جاية افرفش. اصلا خلينا نفرفش شوي وبعدين ندرس. يلا قومي قومي جيبي لنا ستيريو نرقص شوي. ايش هذه القطعة كلها اللي عندك؟ انتي لازم تصيرين فاشيونيستا. والله هذا الفستان اللي لابسته وايد يهبل. ايه انا اصلا بحب الملابس وبحب القطع الجميلة وبشتري دايما دايما ملابس. جواهر احنا تأخرنا وما درسنا شي. يلا تعي تعي ندرس شي. لا حبيبتي رموشة انا تأخرت، صار لي مدة هنا، لازم ارجع ولا امي وابوي حيقلقون علي. بس احنا ما درسنا شيء للامتحان، طيب ايش حنسوي بكره؟ شوفي بمجرد انه قضينا يوم جميل حنجاوب كل الاسئله لانه دماغنا ارتاح. اصلا في دراسه بتقول مو لازم ندرس ونذاكر، وبكره الامتحان لازم دايما نرتاح يوم قبل. اوكي طيب وايش راح تسوين بالبيت؟ ما حاعمل شيء، اكيد حروح انا وارتاح. يلا باي. يلا اعمل انا كمان مثل هذه جواهر. انا والله انتي وايد غبيه يا رموشه، اصلا في حدا ما بيدرس بالامتحان وبيجيب نقط عاليه؟ مرحبا يا بنات، بتمنى تكونوا ذاكرتوا كويس، بتمنى لكم التوفيق. شكرا يا عبلة. مرحبا فيكم يا بنات، اليوم نتيجة آخر اختبار عملته، أول نقطة وكانت لأول مرة من نصيب جواهر، برافو جواهر. ياي أنا فرحانة، والله أنا ذاكرت كتير كتير وسهرت كل الليل أدرس. بس أنتي يا جواهر قلتي لي إنك ما حتدرسين، وقلتي لي حتروحين تنامين، والله خدعتيني. ايه خدعتك، عشان انتي دايما بتجيبين اعلى النقاط وامي وابوي يقعدوا يعايروني بيكي. واخر نقطة من نصيب رموشة، ليش هيك انتي دايما بتجيبين اعلى النقاط؟ ليش هذه المرة خدلتيني؟ والله فشلتيني وايد يا رموشة.